بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأكارم، بدأ العدد التنازلي ليوصلنا إلى أعظم الشهور وإلى أفضل الشهور، شهر رمضان الذي قال فيه الملك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. شهر رمضان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وأغلقت أبواب النيران، ونادى مناديا من قبل الله: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. إذا دخل رمضان صفضت الشياطين، نعم، وأغلقت أبواب الجحيم. يا ربي بلغنا رمضان واجعلنا من أهله بجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أيها الإخوة الأكارم، بدأ العدد التنازلي، أين من استعد فطهر قلب، أين من استعد فطهر سمعه، أين من استعد فطهر قلبه وسمعه وبصره وفؤاده، أين الذين نظفوا قلوبهم ليملؤوها بالتوحيد، ليملؤوها بالقرآن، ليملؤوها بذكر الله، أين هم يا أحباب إخواني؟ العدد التنازلي صرخة في قلوب الأحباب ونداء إلى أحبتي وإخواني: أين أنتم؟ أين أنتم ورمضان أوشك على الوصول؟ هل استعددتم له؟ كيف يستعد له؟ يستعد له أيها الإخوة الأكارم بأن نطهر قلوبنا، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن خير الناس قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما هو مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: بأبي وأمي. قال: التقي النقي الذي لا إثم ولا غلة ولا حسد ولا غش. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا. رمضان يا أحباب إخواني في الله، أوشك رمضان على أن يدخل علينا. أين أنتم يا عباد الله؟ أين من هم هؤلاء الذين ينادي عليهم ربنا تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله أن يبلغنا رمضان. رمضان يا أحبتي، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان يا أحبابي إخواني، من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان يا أحبابي إخواني، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم بلغنا رمضان واجعل من أهل القيام وأهل القرآن بجودك يا عزيز غفار. وصلى الله وسلم وبارك على العزيز الغفار، صلى الله وسلم وبارك على حبيب العزيز الغفار.